السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هاي كان الكلام السابق عن الـ copy by value، أنه أنت ما تهتم بالرفرنس، تهتم بالقيمة. أنا أريد فقط العشرين هذا، أعمل عملية حسابية، فالقيمة هذه اللي موجودة هنا الـ original num اللي موجودة هنا راح تدخل، هي نسخة من الأصلية، الأصلية ما تأثرت. إذا نريد الأصلية تتأثر، إذا نريد نعملها by reference، لاحظ هنا 20 داخل الفانكشن صار 40، خارج الفانكشن رجع 20. هنجي هنا نكتب ref and تعال هنا هم original القيمة ref بهذه الصورة راح يكون عندك. عملنا الفانكشن السابق، قلنا عن طريق شنو copy، ناخذ نسخة من الفاريبل من المتغير بحيث ما يتأثر به. خلينا نجرب هسه بعد ما جينا استخدمنا الريفرنس. انتبه، لما تستخدم الريف، الريف هو انه انت تنادي على الفانكشن باي ريفرنس. لما تنادي باي ريفرنس REF معناتها ريف، ريفرنس جايه من اختصار ريفرنس. من تجي تقول له ريفرنس معناتها القيمه اللي راح انطيك اياها اللي هو اوريجينال نمبر 20، من تجي تضعها بالفانكشن فانت جاي تضع الرفرنس الاصلي، يعني هذا نفسه ما اخذت نسخه من عنده، والدليل حول لك اياه 40 في داخل الفانكشن. من رجعنا ما تلاحظ نطبعها اوتسايد فانكشن بقت 40. فاذا هاي هي الفكره، انه انت تجي تنادي الفاريبل او على الفاريبل باي فاليو أو by reference، إنك تنادي على الفانكشن عن طريق الـ value أو عن طريق الـ reference. إذا value ما راح تتلعب بالمتغير الخارجي، إذا reference لا، المتغير الخارجي إذا دخل الفانكشن راح يتأثر بعد ما يخرج من عنده، راح يتغير قيمته لأن تغيرت الـ reference مالته. فهذه هي الفكرة من الـ call by value والـ call by reference. لهنا وصلنا لنهاية الدرس، كملوا وياكم الدرس القادم، مع السلامة.